العشرات من الصحفيين وطلبة الإعلام هنا تواجدوا وناقشوا مؤشرات تنمية الإعلام في فلسطين ضمن مؤتمر لعرض نتائج دراسة مؤشرات تنمية الإعلام في فلسطين في جامعة بيرزيت، ليكون المؤتمر الأول المناقش للتنمية الإعلامية منذ عشرات السنوات. هذه الفرصة يعني سنحت في العام الماضي بالشراكة مع اليونسكو لتطوير هذه الدراسة من أجل تخطيط أفضل للإعلام الفلسطيني، من أجل تصويب الوضع الأكاديمي في الجامعات الفلسطينية المتعلق بالإعلام، من أجل تصويب وضع القوانين، تطوير وضع النقابة، والأخير هي المحاور التي ركزت عليها هذه الدراسة تبع لمؤشراتها. وأيضا كمان اللي بميز الدراسة هاي أنه كم تطبيقها في الضفة وبغزة، وهذا أمر نحن في يعني حاجة ماسة لمعرفة كيف وصل الوضع الآن في موضوع الإعلام بعد 2006، وكيف يتعامل الإعلام في مواضيع القوانين بين الضفة وغزة، وكيف يتعامل في موضوع حرية الرأي والتعبير، الانتهاكات، التوثيق إلى آخره من القضايا المهمة. ونحن في نقابة الصحفيين الفلسطينيين نعتبر من عقاد هذا المؤتمر حدثا مهما على صعيد الإعلام في عملية الانتقال من إعلام تقليدي إلى إعلام عصري في أرقى صوره يساهم في بناء المجتمع الديمقراطي الفلسطيني. ولذلك إيمانا من النقابة بهذا الدور، وإدراكا أيضا لدورنا كنقابة صحفيين في قيادة هذه العملية برمتها مع كل الشركاء، فإننا بالتأكيد سنأخذ بتوصيات مؤتمركم هذا. المؤتمر الذي عقد بدعوة من مركز تطوير الإعلام في بيرزيت ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو أوصى بضرورة إقرار قانون حق الحصول على المعلومة واعتماد وتطبيق قانون لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع وحذف جرائم القدح والذم من القوانين الجنائية السارية في الضفة الغربية. لكن المختصون في الإعلام يرون أنه يجب النظر إلى البنية الإعلامية ومكوناتها لتكون قادرة على السير في البيئة الإعلامية الفلسطينية. باعتقادي أولا أن المخرجات التي عكف مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو على مدار العام الماضي على رفعها هي مهمة جدا، وهي بحاجة ماسة إلى التعاون مع الحكومة من جهة ومع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية من أجل تطويرها، لا سيما في تطوير البنية القانونية للعمل الإعلامي في فلسطين فيما يتعلق بقانون المرئي والمسموع وأيضا النشر، بحيث يضمن الحرية الكاملة للصحفيين، وكذلك الأمر فيما يتعلق بتطوير المناهج وفي تطوير الأساليب الإعلامية كي أنها توائم المسألة بشكل كبير. القضية بالأساس هي مرتبطة بما هو أعقد من مؤشرات التنمية، القضية مرتبطة بالبنية الإعلامية نفسها. البنية الإعلامية ما هي مكوناتها؟ إذا بقيت البنية الإعلامية مبنية على أسباب الخلفية السياسية الحاكمة لوسائل الإعلام أو حتى الخلفية التمويلية لوسائل الإعلام، لا يمكن الحديث عن تعزيز مؤشرات التنمية الإعلام في فلسطين. وناقش المؤتمر حرية الرأي والتعبير وبناء القدرات المهنية لتعزيز الخطاب الديمقراطي في الإعلام، ليكون الإعلام قادرا على تنمية نفسه ووضع التدابير الفعالة التي يكون من شأنها تأمين الحماية لوسائل الإعلام والصحفيين. جهاد قاسم، تلفزيون الوطن، جامعة بيرزيت.